ذاكرة حية مع زدين صالحة. أنا تنتمي لواحد العائلة سلاوية قديمة في سلا، عندها قرون في سلا، ولكن يعني لحسن الحظ أو لسوء الحظ أنا خلقيت في طنجة، ما خلقيتش في سلا. نعم، لأن الوالد الله يرحمه كان منفي، سي أحمد معنينو، الحاج أحمد معنينو، كان تنفى في سنة 1937 ومرجع للمدينة ديالو إلا في 46. خلال هذه الفترة كانت الحرب العالمية الثانية، وكانت الأبواب تقريبا مشدودة، ما كانتش آفاق مريحة بالنسبة للناس اللي عايشين في هذاك الوقت. فواحد العدد الأصدقاء ديالو قالوا له ودي يا الحاج أحمد، دابا أنت بديتي تكبر في السن، وهذا المنفى يمكن يدوم مدة طويلة، فمن الأحسن تأهل وتزوج ودير وليدات، وإلى الله سبحانه وتعالى فك هذه الأمور ورجعتي أرحل بوليداتك وأمرتك. نعم، وهذا الشيء اللي كان. فخلقت أنا في 1944، وخلق من بعد خاي 1946. نعم، 46 وقع الفرج، انتهت الحرب العالمية الثانية، فرنسا قررت باش المنفيين تسمح لهم يرجعوا، رجع السي علال الفاسي من غابون، رجع بالحسن الوزاني من إدزار، رجع أحمد بلاف، رجع الوالد لسلا. إذا رجعنا للأصل ديالنا، الأصل، الأصل ديالنا، وتما عشنا. قريت أنا في المدرسة ديال الوالد، الوالد ولكن نرجعك شوية، الصور الأولى اللي كتعقل عليها شنا هي؟ الذاكرة ديالك رجعتي بها الآن بعد الصور اللي ترسمات في الذاكرة. أنا ما تنعقلش على طنجة في البداية، ولكن الذاكرة ديالي هي تنعقل على أنني عايش واحد المدرسة، لأن الوالد أسس واحد المدرسة اسمها مدرسة الأميرة للا عائشة. نعم، وكانت جات الأميرة بنت محمد الخامس ودشناتها، وكان واحد العملية مهمة جدا، لأن لأول مرة واحد المدرسة خاصة بالبنات، وما كانوش البنات في سنة 1946 تيمشيو للمدارس، تيمشيو أصلا المدرسة. نعم، إذن كانت واحد الغزوة نسوية لإعطاء انطلاقة للفتاة المغربية. هذه هي الذكريات الأولى ديالي وأنا صغير، تنجول بين هاد بين 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 البنات اللي كبر مني وهما تيقراو في هذيك المدرسة. نعم، من بعد هذا الشيء كتعقل على الدراسة كيفاش كانت في المرحلة الأولى؟ في سنة 1953 تنذكر بأن الوالد الله يرحمه تم الاعتقال ديالو. نعم، وجات جدارمة لعندنا للدار وخداتو، ومن اللي دارت له اللي تنقولوا له احنا النيميرو 5 بحال اللي تنقولوا في التعبير الدارج ديالي، دار لعندي وأنا صغير ديك الساعة، عندي ما عنديش 10 سنين. قال لي ما عمرك ما توظف مع الفرنسيس. نعم، وما عمرك ما تدرس اللغة الفرنسية، لأن كانوا الوطنيين في ذاك الوقت تعتبروا بأن الاستعمار الفرنسي تحاول يدير واحد الغزوة ثقافية النخب المغربية. نعم، ثقافية باش يبدل هذيك الثقافة المغربية والتقاليد وكذا وكذا وكذا. لكن من اللي قبطوه وداوه للحبس، من بعد مر في المحكمة العسكرية وهذه قصة أخرى، تشدت المدرسة. نعم، فما كانش يمكن لي أنا نبقى نعاين شحال غادي يحكموا عليه. فعمي الله يرحمه خداني داني المدرسة اللي كانت تسمى مدرسة الصور، مدرسة الأعيان، وهي مجموعة من المدارس فتحوها الفرنسيين في عدد كبير من المدن. نعم، وتما لابد تقرأ الفرنساوية وتقرأ العربية. ومن اللي كنت نمشي نزوره في السجن كنت يسولني واش تقرأ ولا لا، كنت نقول له تنقرأ، وفي الحقيقة كنت نخبي عليه بأنني دخلت لهذه المدرسة اللي وصاني ما ندخلهاش. نعم، من بعد عرف بأنك قريتي في هذه المدرسة. من بعد عرف بأن قريت في هذه المدرسة، وشرح له عمي بأنه ما بين نبقى جالس في الدار ما تنقراش ونمشي نقرأ، اللهم نقرأ، اللهم يكون أحسن. إلى سولتك تأثير ديال الأب ديالك الله يرحمه عليك كيفاش كتشوف؟ تأثير كبير، يعني في صديق معنين اللي كنعرفوه اليوم كيفاش كان؟ تأثير كبير، لأن الوالد الله يرحمه عشت معاه أنا تقريبا 60 عام، تبلغت 60 عام هو بقي حي، لأنه هو عاش تقريبا 97 98 عام. نعم، و كان واحد الإنسان اللي فتح داره بحال واحد الزاوية، الناس تيدخلوا تيحكيوا له، تيدخل لي صالحهم، تيحكي لهم الحياة ديالو، تيكتب الحياة ديالو، دوزها كلها في نضال وطني، دخل واحد العشرة المرات للحبس، تنفى 9 سنين، كلا العصا في الحبس كذا. إذن
هاد الحكاية كلها تحكيها وأنا تنعيش فيها. فإذا كنت نشوف له ماشي الوالد ديالي فقط، ولكن كنت نشوف فيه بحال واحد الإنسان صوفي وطني مخلص لبلاده، ما خدم البلاد والو، ما أعطاته والو، ولكن عاش في كرامة ومات في كرامة وخلى الذكر الحسن. نعم صدق معني لو كنشوف دابا الناس اللي ما كيسمعوش ما كيعرفوش التأثر ديالك وانت كتكلم، يعني نعم. الوجه ديالك كيف يضيء كما كنقولوا وانت كتتكلم على الأب ديالك. غادي نزيد لمرحلة أخرى، هذه المرة يعني التعليم الأساسي، التعليم الإعدادي الثانوي، وصل القمة ديال التعليم ديالك، فين كانت أيضا كيفاش كتعقل عليها قبل ما نمشيو للحظة ديال دخول ديالك للتلفازة المغربية؟ فالسيرورة ديال الدراسة ديالي كان في سلا يلاه الابتدائي، ما كانش الثانوي. نعم. إذن فأنا بديت نطلع على الرباط مع زمرة من الأصدقاء باش نقرأ أولا في الكوليج، وبين سلا والرباط إما غدوز في الفلايك وإما غتمشي في واحد اللي نقولوا له طوبيس، يعني واحد الحافلة صغيرة كنا تنسميوها مدام شرويط. نعم. لأن كانت متداعية مقطعة وما عرفناش كيفاش كانت تمشي، وكنا تمشيو فيها واقفين بحال الساكدين شي مزحومين تنقطعوا وتنوصلوا للضفة وتنكملوا على جنب باش دخلوا. ومن بعد التحقت بثانوية مولاي يوسف، ليسي مولاي يوسف. نعم. وتخرجت منه 63 ودخلت لكلية الحقوق. نعم. كان الوالد ديالي تيطلب مني باش نكون محامي، لأن تعتبر بأن المغاربة كانوا مظلومين وخصي نكثروا من المحامين اللي يدافعوا عليهم. وكانت الوالدة تتقول لي خصك تكون طبيب، لأن كانت عندها واحد العدد الأمراض وكانت تتفكر بأنني غنرجع طبيب وغنعتني بها أكثر. ومشيت في كلية الحقوق وما عرفش كيفاش طرا حتى صدقت راسي في الإعلام. عبر الصدف من أشهر الصدف هي اللحظة ديال الدخول ديالك التلفزة المغربية. هذه حكاية أنا قريت عليها في البحث ديالي، ولكن بغيت نحكيها للمغاربة الآن على لسانك. كيف جات هذيك اللحظة؟ فهذيك ملي درت أنا 21 عام 22 عام، أولا بديت نشتغل في التعليم، ثم تنتابع الدراسة دي في الجامعة، ثم تنخرج واحد الجريدة كان اسمها المعركة. نعم. وكانت ناطقة باسم اتحاد المغربي للشيبة الديمقراطية اللي كان هو الفرع الشبابي ديال حزب الشورى والاستقلال، ثم ترجمة، وكنت تندير الترجمة. أنا سمعت بأن التلفزة المغربية تتقلب على شي ترجمان، وقلت علاش لا، أنا في الليل ما عندي ما ندير وخصني ندبر على شي فليسات زايدين، خصوصا كنت بديت نتأهل باش نتزوج. فقالوا لي أودي سير التلفزيون راك تقلبوا على شي واحد. ما كانش الأطر كثيرة، ما كانوش الناس، كانت الوزارة تتقلب على 10 الناس عندهم البكالوريا اللي تيجيوها 3، ما كاينش. فمشيت للتلفزيون اكتشفت أولا بأن التلفزيون المقر ديالو في الطابق الرابع في مسرح محمد الخامس، ما عندوش مقر. ماشي زنقة البريه اللي كنعرفو، ماشي زنقة البريه، حنا كنهضرو على زمن آخر، هذا زمن آخر قبل. إذا طلعت لهذاك الطابق الرابع، دخلت تما قلت لهم دي لاسونسور، قال لك ما كاينش اسونسور، طلع على رجليك. إذا طلعت 4 ديال الطوقات وصلت، صبت واحد السيد قلت له الله يخليك سمعتكم، قال لي أنت باغي ترجم؟ قال لي جلس هاك ترجم لي هذا النص من الفرنسية للعربية وترجم لي هذا من العربية للفرنسية. ترجمتهم، قال لي تبارك الله غدا تجي في الليل تبدا تخدم معنا، غتصيب المسائل من الزلة ترجمها والله يهنيك، المهم خصنا تصبح عندنا موجودة. نعم. هكذا بديت نشتغل في التلفزيون، وملي دخلت للتلفزيون كنت أنا تنشوف التلفزيون في الحومة ديالنا. احنا ما كناش من العائلات الأولى اللي دخلت التلفزيون لدارها، ولكن كانت في راس الحومة عندنا واحد كيفاش نقول لك واحد القهوة كان فيها واحد التلفزيون، كنت أنا فوقت الخبار تنمشي نجلس في القهوة باش نتبع التلفزيون. ديك الجميع كيمشي يشوفها. تنشوف التلفزيون، تتبان التلفزيون، كان واحد الإحساس غريب، وكان واحد الوجوه أنيقة وقوية وجميلة. فملي دخلت أنا نترجم بديت تنشوفهم تيدوزو، فكان عندي واحد الفرح كبير أنني قربت من هذوك النجوم اللي كانوا في التلفزيون. وما عمر ما داز بالي أن هذا هو السؤال ديال ما عمرك فكرتي أنك غادي تكون وجه من الوجوه في التلفزيون. أنا عندي التعليم ديالي بخير وعلى خير، وعندي الجريدة ديالي، وعندي الدراسة ديالي، يعني بخير بحال اللي تيقولوا في التعبير الدارج ديالنا. جات هذه العملية هذه، صبت راسي في وسط النجوم.
كان من السهل تعيش معهم في ذلك اللحظة قبل ما تولي واحد من هذو كلهم. لا أنا ما كنتش عايش معهم أنا. نعم. كنت تنشوفهم وبواحد نوع من الإعجاب، وهما كانوا تيشوفوني بحال واحد الشاب صغير جالس تيترجم تما ما عارف شنو تيدير، تيقولوا السلام عليكم، تشوفهم تيهضروا تشوفهم يضحكوا. انا براسي يعني كنت فرحان لانني قربت لهم. نعم. ولكن مع عمري ما كنت يسحب لي واحد الوقت غنبدا نفسهم في النجوميه، هذا ما كانش تيدوز لي في البال ديالي. نعم. هذه اللحظه هذه اللي غادي تبدا مسار وتغير مسار ديالك كامله، كيفاش كانت؟ حتى هي صدفه يعني من بين الصدف اللي عشتها. انا في الحياه ديالي عندي بزاف ديال الصدف مزيانه وبزاف الصدف خايبه، ما عندي ما ندير، هذه الدنيا هي هذه. واحد النهار كان العيد، عيد المولد اظن، بحال هذا العيد اللي حنا مقبلين عليه دابا يومين، كنقول لك مبروك. الله يبارك فيك. واش مبروك عليك ولا شنو المسميه مادام ذكرناها؟ فكنت لابس واحد الجلابه والطربوش وغادي لدار نسابي، قلت انا ندوز للاذاعه التلفزيون، نطلع داك المصيبه ديال اربعه ديال الطبقات، ناخذ هذاك الشيء اللي غنترجمو، فعاودني نجلس نترجمو تما، نمشي نترجمو في دار نسابي. كيفاش نقول لك نزاهه وخدمه. نعم. انا وصلت للفوق وانا تنصيب المدير ديال التلفزيون في واحد الحاله ديال الغضب، طير له تيغوات و سي با بوسيبل ولا اش كاين. كان ديك الساعه التلفزيون تتبدا واحد المذيعه في الاول تتقول لهم صباح الخير ومرحبا بكم اذاعه التلفزيون المغربيه كذا وكذا، نقدم لكم القران الكريم الايه الكريمه كذا كذا، ومن بعد تقول صدق الله العظيم نقدم لكم كذا. هذيك ما جاتش، ما يقدروش وما يفتحوا يطلقوا القران وياك لاباس. فقال لي ادخل، قلت له انا ندخل. قال لي ادخل الاستوديو، قلت له انا راه ماشي مذيع انا راه غير انا ترجمان. قال لي لا ادخل، ما يخليك تدخل اعتقل الموقف. دخلت جلست بحال هكذا في واحد، صبت الكاميرات قدامي، يعني ما عرفتش باش تبليت، بحال واحد الوقت ما كنتش فيه عندي القدره على القرار، بحال شلطني. فجلست شعل الكاميرا، دار لي الكاميرا ما نفع، خاصك تبدا. فهمت، قلت صباح الخير عليكم وكذا وهذا وعيد مبارك سعيد وهذا، نقدموا القران الكريم. قدمنا القران الكريم، من بعد داز القران قلت نقدموا لكم شويه الاندلسي، وهي تجي الاخت جا كذا ما نعرف ترالي شي حاجه. فهذه اول مره دزت انا في التلفزيون. بلا رجعت للدار صبت الوالده في واحد الفرح كبير، بدات تتزغرت اولا، سحاب لها بحال زعما ما عمر الله شنو الدرجه اللي وصلت لها. قالت لي خرجتي في التلفزيون؟ قلت لها هي راه عادي يا ماما. انا قلت لها انا راه لصقوا بيا واحد الحاجه، دوزوا بيا الوقت، انا ما عندي. وهكذا بديت. نعم. وتطورت الامور. هاد تطورت الامور بغينا نعرفوها حتى هي ياك. تطورت الامور، هي كانت عندنا في التلفزيون واحد النشره اسمها النشره الاخيره. نعم. وفي الحقيقه كانت واحد النشره ديال العقاب. علاش؟ علاش؟ لان مره تدوز في الوحده الليل، مره في جوج الليل، ما عندهاش توقيت. ما عندهاش توقيت حتى كيسالي، ما عندهاش توقيت حتى تيسالي التلفزيون، تتبقى جالس حتى يقولوا لك النشره. كاين بعض المرات تيديك النعاس وانت تتعاين دغيا راه كاين النشره الاخيره. عندنا هذه النشره الاخيره، هذوك النجوم اللي هضرت عليهم ملي دزت، واحد النهار عيط لي واحد منهم وقال لي الله يخليك راني في واحد الازمه وما يمكن ليش تجي، واش يمكن لك تنوب عليا؟ وا نوب عليك انا؟ ما انا ماشي عمليه ديالي. نعم. قلت له ودي انا الله يخليك عيط للمدير خذ الاذن ديالو عندك، دخل انا يخرجوني ولا ما يدوزونيش. نعم. قالوا لي، قال لي داكور، هضروا مع المدير، عيط للمدير، قال لي الله يخليك يقضي راه مسكين حاصل وكذا وراجل طيب. دخلت قريت اذن، ماذا؟ قريت النشره الاخيره. من بعد رجعت بحال واحد كيفاش نقول لك، اللي كان سهران ما بغاش يجي تيقول لي نوب عليا، واللي كان عنده الضياف تيعيط لي تيقول لي نوب عليا. فانا بديت تندوز في ذاك النشرات الاخباريه، بديت تندير المحل ديالي، بديت رجعت. واخا النشره الاخيره ما تيشوفوهاش بزاف الناس، ولكن تدريبي بديت، بداو الناس مره من تندوز في الزنقه تيقولوا هذاك هو اللي تيقرا النشره الاخيره. اذا بديت تنزحم شويه، واحد النوع البدايه النجوميه. من بعد دخلت الاخبار ديال 8 ونص، وهذوك النجوم اللي كانوا 8 ونص تيدخلوا، بديت تنجلس قدامهم واحد هنا وانا هنا. اذا بديت دخلت واخبار 8 ونص، اخبار 8 ونص المغرب كله، المغرب كله تيسمعها، كل شيء كيشوفها، وكنا نجوم. يعني كيفاش نقول لك، كنا نجوم بزملنا،
ما يمكنلكش ما تكونش نجم. علاش؟ لان كانت قناه وحده كلشي كيشوفها، ما عندهمش فين يمشيو يقلبوا هنا ولا هنا. بحال دابا يمكن لك تقلب تيحل التلفزيون حاجه وحده قدامك، قدامك صديق معني تيقرا الاخبار، بغيتي ما بغيتيش تكمل الاخبار وعادي ينوض. فقط بغيت نذكر مستمعينا بالضيف ديالنا اليوم إعلامي الكاتب الصحفي الكبير محمد صديق معنينو، كنعيشوا الذاكرة ديالو اليوم. هاد اللحظة هادي بالنسبة لك انت بدات كتغير شوية فيك، بدات كتبدل من الحالة النفسية ديالك، كيفاش بديتي كتعيش هاد اللحظات هادي أيضا بالعائلة ديالك وليداتك؟ هذا أولا خلق لي واحد العداد ديال المشاكل. علاش؟ أنا نقول لك علاش. انا كنت في التعليم، انا بقيت في التعليم، انا تنقرا الخبر في التلفزيون جل السؤال واش وتنقرا وتنقرا في الصباح، تنفيق في الصباح بكري في 7 وتنخدم. كانت عندي واحد الفوكس فاجن قديمه كحله كانت مشهوره، لانه حتى مالين لافيري ما كانوش قابلينها. يعني ما عرفتش كيفاش كانت تمشي غير تسالوا معنا الحكايه ما خدامينش وكذا، وداك الشيء تنوض في الصباح وجاب الله تيسير فيها. تمشي للثانويه وتنقري، ما يمكنليش نوصف لك الاعجاب ديال الدراري ديالي والتلاميذ في الفصل، هما تيشوفوا هذاك السيد البارح كان تيقرا الخبر في التلفزيون اليوم جا تيقرينا تيقولنا كذا، خصوصا ان الطريقه اللي كنت ندرس بها كانت مختلفه شي شويه. واحد النهار وتيجيني واحد رساله موقعها وزير التعليم، تقول لي يا سيدي انت تخالف القوانين الجاري بها العمل ولك وظيفتين وهذا ممنوع. انا ما كنتش موظف في التلفزيون، انا كنت نمشي موظف في وزارة التعليم. نعم. فانا جاوبته قلت له ودي بان هذا العمل يندرج في اطار عمل ثقافي وفكري وصحفي، وانا لست موظفا بل انا اتقاضى تعويضا عن عمل فكري اؤديه. ايوا بقى داك الرساله كانت نوضت واحد شويه ديال الضجه وكذا، وجاني الجواب في دجنبر 1968. نعم كتعقل عليه بالضبط. وقدمت استقالتي في نفس اليوم، النهار اللي عيط لي المدير وقال لي يا سيدي يمكن لك تقرا الخبر ما كاين باس. قدمت واحد الورقه قلت له انا الموقع واسفله اقدم استقالتي من التعليم، زدحت الباب مشيت بحالي ودخلت رسميا، رجعت موظف في التلفزيون فاتح يناير 1969. نعم. بعد ما كنت اشتغلت فيه 3 سنين فيما قبل، ومن ثم ما بقيت لا محامي ولا طبيب، رجعت صحفي في التلفزيون. دابا الان وضحت المهنه، دابا صافي انا رجعت صحفي في التلفزيون، تنقرا الاخبار تنحرر تمشي ندير ريبورتاجات وهكذا. وانا غادي نرجعك لعند الوالد ديالك الله يرحمه، وفي هذه اللحظه هذه هو اللي كان باغيك تولي محامي. شنو كان التعليق ديالو؟ التعليق ديالو هو انه عطى الحريه لولادو، كل واحد يختار الطريقه اللي بغا والعمل اللي كان بغا. فرحان مقتنع اللي كيشوفك. كان مور الاولاد، كان مور الاولاد يشوف ان التلفزيون كان يفضل نبقى في الاذاعه. نعم. هذا كان تيعتبر بحال واحد الفضيحه زعما في التلفزيون انسان تيظهر وكذا وكذا، ولكن في الاخير والف الله يرحمه والف، وكان تيدير لي ملاحظات بعض المرات على الالقاء. نعم. بعض المرات على طريقة الجلوس، اللغة، الأشياء. نعم. وكانوا عندنا في التلفزيون في هذاك الوقت كيفاش نقول لك بحال المحتسبين، تتعرف المحتسب اللي تيكون في المدينة. نعم. تيراقب الثمن اللحام والخضرة وكذا وكذا وكذا، كانوا عندنا محتسبين في اللغة العربية كانوا تيعيطوا في التلفزيون اللي تيدير شي واحد شي خطأ، سواء درته أنا أو داروا واحد آخر. بما أنني صبحت رئيس التحرير في التلفزيون تيعيطوا لي، منهم السي محمد المكي الناصري الشيخ الكبير. نعم. منهم السي عبد الهادي بوطالب، منهم السي سي عبد الله قنون، منهم يعني واحد العدد ديال الاسماء كبيره لامعه اساتذه علماء، تيعيطوا تيقول لك رضي الله من هذا منكار، درتي البارح واحد الخطا وقلتي مثلا كو هي خصها تكون كي وعرفش داك الشيء، ودابا رد بالك. لانه كان سهل تحمل هذا الضغط هذا. لابد خصك تحمله، لانك هادو عمالقه في اللغه وعمالقه في العلم وعمالقه في التخطيط وفي الكتابه. ولكن تنعتبر تشريف ان شخصيه بحال المكي الناصري يعيط لك في التليفون يقول لك ولدي رد بالك وكذا، هذا نصيحه كنت نعتبرهم بحال مثابه الاب ديالي، وكنت تنجاوب واحد العدد ديال اللطف واحد العدد ديال الشكر، لانهم كانوا تيقوموا بعمل صالح. نعم. وينهون عن المنكر ولو بالكلام.
انا باغي نزيد نعيش الذاكره ديالك. شوقتيني بزاف لهاد الذاكره هذه، ما بغيتش خفني يدركني الوقت. التلفزه المغربيه هي احداث ايضا مختلفه، سياسيه ثقافيه وغيرها مختلفه، انت عشتيها بحكم الموقع ديالك، كيف ما قلتي البعض منها تفرض عليك بحكم الصدفه، والبعض اللي ايضا فرضوا عليك العمل من بعد. انا غادي نجي معاك بسؤال اخر، بعض الشخصيات ربما انت اللي كتذكرها الان في التلفزه المغربيه في هذيك اللحظه في البدايه الاولى، وكتشوف بان كان عندها واقع كبير ايضا في التلفزه المغربيه، شنو هي؟ بغيت نخلي مجموعه من الاحداث الجزء الثاني من الحلقه باش هكذا نفصلوا فيها. في هذه اللحظه هذه شنو هو اللي تسجل في الذاكره ديالك؟ انا سجل في الذاكره ديالي اولا اسماء المذيعين والمذيعات والصحفيين اللي اشتغلت معهم، نعم، واللي اللي 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 ساهموا في المساعده ديالي والابراز ديالي وربما بناء ايضا التلفزه المغربيه. بناء التلفزه المغربيه بغيت نبدا اولا بواحد الشخص اللي كانت عندي واحد الارتباط روحي به، وهو السيد طاهر بن العربي الله يرحمه. نعم. طاهر بن العربي هذا كان صحفيا وكان مذيعا، وكان عنده واحد الاسلوب ديالو خاص به، كان يكتب بواحد النوع من التلخيص، وكان عنده واحد النطق سريع، وصادفت تلك المدة وجود حرب فيتنام، وكان يتعرض لها يوميا كما نتعرض اليوم لما يجري في سوريا، وكان الناس يسمونه فيتنام. كان اللقب ديالو هذا، اللقب ديالو متى تقول فيتنام راه هو طاهر بن العربي الله يرحمه، لأنه كان كيتكلم فقط على الخبر كثير، وكان يدوز بزاف ديال الأفلام ديال كذا كذا. هناك مذيعات نذكر مثلا بديعة ريان، بديعة ريان يعني ربما هي أول مذيعة في العالم العربي في الأناقة ديالها، في الإلقاء ديالها، في الحضور ديالها المتكئ، تتعمر الشاشة من تقرأ الأخبار، يعني تشعر بواحد الهيبة ديال الأخبار، واحد المصداقية ديال الأخبار. يمكننا نذكروا لطيفة الفاسي، كان عندها واحد الصوت بحال مدفع قوي ويجلجل، ونذكروا المرحومة لطيفة القاضي، كانت هذيك بحال صوفية في تعاملها مع الأخبار، يعني نشيطة وصوت قوي. يعني هذه كل أنا بطبيعتي أذكر بعض أسماء، ممكن ليش نذكر سلسلة ديال الأسماء كذلك، لكن كانت هناك واحد العدد مجموعة ديال الأسماء لصناعات التلفزيون لابد نذكره، الأستاذ عبد الله شقرون الحسين، هو مدير التلفزيون لمدة سنوات، ومؤلف وكاتب وأديب ومسرحي. لابد أن نذكر مثلا من بين المنتجين سي خالد مشبال، وهو صحفي ومنتج ومذيع وأديب. لابد أن نذكر سي محمد البوعناني، وكان عنده برنامج سميته المفاتيح السبعة، وكان واحد الوزير تسميه السمسار، لأن نسبة لأنه تيهضر دائما على المفاتيح، تيقول السمسار هو اللي عنده، كان تيعيط له تيقول له داك السمسار واش شتي شنو غادي يقول اليوم ولا لا، مر الأولى ما فهمتوش، ولكن من بعد صبحت بحال نوع من النكت. إذا هذه أسماء كلها صنعت التلفزه المغربية والذاكرة ديالك بالأساس اللي غادي نعيشوها دائما على أصوات. غادي نطلب منك تبقى معنا. شوف، هو غادي يكون من الصعب أنني نهضر على كل الأحداث اللي عشت، نعم، ولكن اسمح لي نهضر لك في ثلاثة دقائق على المسيرة الخضراء. نعم. لأن المسيرة الخضراء واحد الحدث مهم في تاريخ المغرب، وأظن أنه خصنا نحافظ على شعلة المسيرة الخضراء لأنها صنعت واحد المغرب جديد. أنا في النهار اللي خطب الملك الحسن الثاني الله يرحمه 16 أكتوبر 1975، كنت في الرباط، وكان المدير العام طلب مني باش نبقى في الرباط نتكلف بالأخبار بلا ما نكون عارفين المسيرة الخضراء. نعم. المسيرة الخضراء حتى واحد ما كان عارفها، ما كان عارف شنو هو هذا الخبر، شنو غتقولوا عليه، ما كنا عارفين حتى شي حاجة. نعم. قالوا لنا في الصباح أعلنوا على أن الحسن الثاني غادي يعطي واحد الخطاب، ودوزوا واحد الأغاني حماسية وانتظروا الخطاب في الليل. في ذاك النهار كانت محكمة العدل الدولية صدرت واحد واحد القرار، واحد رأي فيما يتعلق بقضية الصحراء. نعم. فكنا عارفين بأن الموضوع غادي يكون مرتبط بقضية الصحراء، ولكن ما كناش عارفين شنو غادي يقول الحسن الثاني في ذاك الخطاب. لهذا كنا كصحفيين في التلفزة وصلنا لواحد النتيجة، وأنه إلى ظهر الملك باللباس عسكري معنى أن العملية غتكون تبعات ديالها عسكرية.
الى ظهر باللباس المدني بدينا تنقولوا شنو يمكن الحسن الثاني يدير في هذيك الوضعيه، واش يرجع للامم المتحده، واش يمشي عند اسبانيا، شنو غادي يطرى. ملي خطب هو فاجئنا، فجر واحد القنبله اعلاميه. المسيره الخضراء هي في البدايه قنبله اعلاميه. يمكن لي نقول لك بان مختلف التلفازات والاذاعات في العالم فتحت النشرات ديالها بان الملك اعلن على ان 350 الف ديال المغاربه غادي يمشيو باش يواجهوا القوات الاسبانيه. وقال كذلك راه يمكن يطلقوا عليكم النار، دو بالكم، يمكن ولا تلقوا النار واصلوا المسيره ديالكم. نعم. اذا حنا كنا امام واحد الوضعيه متوتره، والصحفي بطبيعته ملي تيكون الحدث والتوتر تيجي، اذا تقاطعوا الناس بزاف على الخضره. وانا تقل على هذه اللحظه هذه، كيفاش دخلتوا فيها؟ انا دخلت فيها لانه في اليوم الثاني اتصل بي الوزير اللي كان هو السي احمد الطيب بن ديما الله يرحمه، وقال لي الله يخليك سيدنا راه قال لك تجي غدا لمراكش. نعم. فانا في الليل جات عليا واحد الطوموبيل، وبقيت تنذكر كانت داس كحله، وداك الداس كان ديك الساعه. وغادي يسمحوا لنا لهك على العلامات التجاريه باش ما كنديرش لهم الاشهار. نعم. لا تنقولها هي باش نقول لك بانه هي ما بقاتش بعدها في السوق، انتهت. نعم. انتهت. هي كانت واحد السياره زعما تركبوها هي عليه القوم. نعم. وانا واحد الصحفي بسيط ما جي عليا في الليل، علاش؟ لان هذاك امر ملكي داتني لمراكش. باش ما نطولش وصلت، قال لي الحسن الثاني بغيتك دير واحد البرنامج تلفزيوني، يعني الفكره ديالو، وإلا كانت الحقوق اللي تتسجل في سميتو ديال مكتب المؤلفين، مكتب المؤلفين خصها تسجل بسميتو. قال لي البرنامج ديالك هذا يكون فيه جوج ديال الطرف، الطرف الاول غادي تجاوب فيه على اسئله اللي غادي يطرحوها المتطوعين. تصور 350 الف ديال الناس غادي تقلع في يومين، وغادي توجه كلها نحو الجنوب، اللي ماجي في القطار، اللي ماجي في الكاميويات، هادشي كله تم الاعداد ديالو، غادي يكون طويل باش نحدد على سميتو ديالو، وكان كله في نطاق سري، حتى واحد ما عرفها. السؤال الاول غادي تجاوب الناس اللي غادي يمشيو متطوعين وماشي للصحراء، تيوضعوا اسئله، مثلا واحد مريض. نعم. تيقول لك اودي واش كاين الدواء تيتباع في هذا المحل اللي غنمشيو له، هذه الصحراء اللي غنمشيو لها، واش فيها الدواء؟ يعني اسئله مثل هذه انت خصك تجاوب عليها. اسئله مثل هذه كثيره، واش كاين تليفون باش ملي نوصل نعيط للوالده نقول لها انا وصلت بخير وعلى خير، واش كاين واش كاين واش كاين. اذا انا كانوا تيعطوني المصالح الاجوبه، وكنت تنأقلمها الاجوبه. الحاجه الثانيه، الطرف الثاني في هذاك البرنامج اللي كان يومي وكان يبث مباشر من القصر الملكي في مراكش. الثاني الاشراف ديال الحسن الثاني على البرنامج كان منذ البدايه الى الاخر، كانت كيسولك يهضر معاك تيقول لك مثلا ها كيفاش تجاوب كيفاش خصك تعمل. لا لا لا، أم فقط كان على طريق الوزير. لا كان على طريق الوزير في المره الاولى كان، ولكن من بعد كان على طريق الوزير تيوصلني. ولكن بما انك جبتيها، واحد النهار النهار الثالث جاء الحسن الثاني ودخل القاعه اللي انا خدام فيها، وصابني جالس في الارض مع واحد المخرج الله يرحمه سي محمود جنه، تنقطعوا في واحد الكاريط بحال داكشي الالعاب ديال الاطفال، واحد الترانات صغيورين وداكشي باش نلصقهم انا في البينيز ونقول هذا مشى. فانا ضقت شفتو بطبيعه الاندهاش، وقفت قلت الله يبارك في عمر سيدي، بست له يديه، جا وقال لي انت في هذه القاعه اللي فيها هذه خاصه بالقوات المسلحه الملكيه، هذه فيها اسرار، لان الجانب الاخر كانت فيه خرائط ديال الجيش وكذا، اذا خصك ترجع عسكري. انا تفافيت، ما عرفت ما نقول له، قلت الله يبارك في عمر سيدي سكت، اش غتقول الملك؟ سكت. جا شي واحد من اللور قال له نعم سيدي نعطيه رتبه كابيتان. جا الملك دار تيضحك وقال له لا لا لا، انا غنعينو كوماندار. شوف هاد الالتفاته الطيبه ديال الملك حويل، لانه شاف البرنامج وقال كيفاش صنعوا هادشي، وهادشي كله كان بحال صناعه ديال واحد المحل ديال بشكل بسيط جدا، مسائل بسيطه، مقاس واللصاق وبينيز وكذا. اذا الحاجه الثانيه كنت نعلم الناس فين وصلوا الوفود ديالهم. نعم. تصور مثلا خرجوا 15000 ديال الناس في الكاميويات وحده مور واحد مور واحد من ناظور. نعم. وغادي يضربوا 2000 كيلومتر تقريبا باش يوصلوا 2000 كيلومتر، هذه 40 عام. الطرقان راه ما كاين لا الطرقه اللي كاينه، وكانت الوضعيه صعيبه وكذا وكذا وكذا. ملي تيخرجوا انقطع الاتصال.
اللي خلى مراتو اللي خلى مو اللي خلى اختو ما كاين لا هاتف مشى طريق السلامه الله اعلم فين هو فين وصلوا فين كذا. فانا كنت في هذيك الخريطه تنقول مثلا وجده راهما وصلوا للفاس هما غاديين في التران طنجة راهما قلعوا في الصباح راهما وصلوا تقريبا للعرايش مراكش راه قلعوا راه وصلوا لتيزنيت. نعم. اذا تنعطي معلومات على ان الامور ماشيه بخير وعلى خير وان المتطوعين ماشيين. هذه هي البرنامج اللي كنت ندير يوميا. من بعد التحقت بالمحل ديال المسيره الخضراء بالصحراء. نعم. واشتغلت فيها في الحدود في هذه اللحظات وانطلق شعبنا وانطلقت جماهير أمتنا في كل مكان تنشد الحرية وتنشد الوحدة ورفعت الأعلام أعلام الدول الصديقة والشقيقة تواكب مسيرتنا. لقد اخترقنا الآن الحدود الوهمية الجميع يصيح الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا أبناء أمتنا في كل مكان. هذه مسيرتنا مسيرة سلام هذه مسيرتنا مسيرة سلام. محمد صديق معنينو ضيفنا اليوم، يعني أنت كتعلق في هذه اللحظة هذه عينيك كيبريو الناس اللي ما كيشوفوش، يعني لحظة مهمة بالنسبة لك، كيفاش عشتيها؟ شنو هي اللحظة هذه؟ تخليك تعلق عليها مرة أخرى. هذه اللحظة يا سيدي ما شاء الله ما شاء الله. هذه كانت يوم الخميس 6 نوفمبر 1975 في 10:30 ديال الصباح. نعم. قبل منها كنا أخبرنا بأن الملك الحسن الثاني سيلقي خطاب يوم 5 نوفمبر وكان 350 ألف الناس وصلوا بالخيام ديالهم جالسين بخير وعلى خير وكل إقليم كان عنده المنطقة دياله الخاصة به وكان عنده الطبيب دياله والفرملي دياله والشرطي دياله والقايد دياله والجوق دياله والإمام دياله والخطيب دياله، يعني المسائل كانت مضبوطة. نعم. ما كانش يرهز الناس وديهم. وكنا ذاك الأربع أيام ولا خمس أيام قبل هذا الخطاب تنسألوا وتتوصلنا إشاعات، ما كانش تليفون ما كناش نعرفوا شنو كاين في أكادير، الملك كان مشى لأكادير كنا تنسولوا هاد أكادير شنو فيها. وملي جا الخطاب دينا تنسألوا صحفيين مغاربة أجانب عرب صبليون يعني بلا مبالغة كان تقريبا واحد 500 صحفيين منهم أكبر شبكات ديال التلفزيون في العالم أمريكية إسبانية فرنسية. كنا تنقولوا راه ضغوطات كثيرة على الملك وراه في الأخير غادي يوقف هذه المسيرة ما يقدرش يتلقاها، ولا تلقاها الجيش الإسباني موجود على 15 كيلومتر والطنوقه ديالو المدفعيه ديالو والشاشات ديالو واقفين صف طويل تيعينوا هادو، وإلا بدا الضرب الله يحفظ راه غادي يكون هادشي يعني غتكون واحد المجزره كبيره. اش غادي يقول؟ مشينا لأكادير كان عندي اصدقاء فرنسيين بصفه خاصه في الطريق وحنا في ذاك الطائره العملاقه 630 اللي هزات هاد البشر كانوا تيتمناو حسن الثاني يقول ما كايناش المسيره. نعم. كانوا باغيين يرجعوا للرمل والنعاس على الحصاير والريح والماكله ما كايناش وكذا، قالوا بعدا ندوزوا واحد اليوم ولا ثلاث ايام في الوطيل مرتاحين بخير وعلى خير. فدخلنا القاعه ديال الخطاب، قاعه المجلس البلدي البلديه ديال اكادير، وكان واقف قدامي واحد السيد من لو فيغارو. قلت له شوف غير غيبدا الملك الخطاب ديالو غنقول لك واش كاينه المسيره ولا ما كاينش المسيره. الجمله ديالو درت انا لصاحبي ودرت له بصباعي هكذا قلت له غدا الانطلاق. فعلا رجعنا وهذا طلب واحد الوقت كبير في الطائره وفي الشاحنات وكان واحد العدد ديال القصص في الطريق والمشاكل وكذا حتى وصلنا. اللي بقات في الذاكره ديالي راسخه وغتبقى دائما راسخه، حنا في واحد المخيم ما فيش الضوء، راه ما كاينش الضوء، راه ما كاينش الماء، راه ما كاينش الواد الحار، راه ما كاينش البيسريات، صحراء الناس عايشه في واحد المعركه قويه. بان لي من البعيد بحال اشعالات واحد المدينه. فبدينا تنقول يا الهي يا الهي
منين جابوا هذا الضوء؟ شنو كاين؟ بدات بحال اللي تيبان لي واحد السراب في الليل ديال الاضواء. حنا تنقتربوا صحفيين تنقتربوا وحنا اكتشفنا ان جميع الشاحنات وجميع الحافلات شعلوا الضوء ديالهم، والناس تيطويو الخيام ديالهم وتيعمروها مستعدين باش غدا في الصباح انطلاق المسيره. نعم. اذا وقفت مع مجموعه الصحفيين تنتظروا تنتسالوا حتى جات 10:30 الصباح. انا عاده في كل ريبورتاج تنوجد واحد النقط باش ما يكونش الكلام تدهيت، ما وجدت حتى شي حاجه. اتصلت راسي وجدوا لي واحد جيب طلعت فوق منها باش الكاميرا من ياخذ المناظر. الناس انطلقت وكانت اول جيب مغربيه دخلت فوق الارض ديال الصحراء، كنت فيها انا مصور ضابط الصوت مساعده. انطلقنا فما شعرتش انا انفجرت اولا تنبكي وتنغوت، وانتم سمعتيه شويه من الكلام اللي قلت. وواحد الوقت بديت تنقول يعني بحال تصورت بحال انني في مكه المكرمه، بحال انني تنطوف، بحال ان هاد المسلمين غادي يحرروا ارض الاسلام، غادي يردوا الاعتبار للاسلام. فبديت تنقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك، يعني حاولت نقل بالوسائل القديمه جدا في التصوير. نعم. واحد اللحظه حاسمه في تاريخ المغرب هي اللي بقى عايشه الان، هي هاد الاصوات اللي غادي تبقى خالدة، لأن المسيرة الخضراء غادي تبقى خالدة إن شاء الله. إن شاء الله. وشكرا لك على هذه الرحلة في الذاكرة. إحنا باقي ما ساليناش، باقي شوية الوقت. غير أنا بغيت نشكرك قبل، لأن هذه اللحظة هذه عدد الناس كيعرفوها، بغيتهم يعرفوا اليوم شكون هو هذا الشخص اللي كان كيعلق في هذيك اللحظة، لحظة تجاوز أو اجتياز هذيك الوفود المغربية الكثيرة، هذيك الحدود اللي وهمية آنذاك. هو نضيف حاجة أخرى في نص دقيقة، هو أن المسيرة الخضراء السر ديالها في جوج الحاجات، النجاح ديالها في جوج الحاجات. شنوما؟ أولا السرية ديال الإعداد. نعم. لأن الملك شهر غشت بدا تيقول إلى حكمت المحكمة لصالحنا ولا حكمت ضدنا، شنو يمكن لي ندير؟ فجاته الفكرة ديال واحد المظاهرة. المظاهرة مرة الأولى كانت بحال المظاهرة في المدن، ومن بعد تحولت إلى مظاهرة على الحدود، ومن بعد ترسمت مخه المسيرة. نعم. إذن خصو يقوم بالإعداد ديالها سريا، هي هذا تنصيبوه في مراحل، كيفاش عيط أولا لرجال القوات المسلحة باش يقوموا بالإعداد، ثم عمل العمال، ثم الوزراء، ثم واحد العدد ديالها. هذا يعني الفكرة كتكون بسيطة اليوم، ولكن راه أخذت مراحل ديال الإعداد باش توجد كنتي في هذيك الغرفة السرية. نعم. وهذا الشيء وكذا كذا. نعم. الحاجة الثانية ديال النجاح هي اللوجيستيك، لأن العمل اللي قاموا به هذوك الضباط الثلاثة اللي كلفوا بالملك، والعمل اللي قاموا به من بعد العمال، وجدوا لا لوجيستيك. تصور 350 ألف ديال الناس، غنعطيك أنا جوج الأرقام باش ما نطولش. يعني آنذاك 350 ألف ديال الناس خصهم أضعاف الإيمان ثلاثة الكاميرات الواحد في النهار، هذو كلهم شبان وصحاح والصحراء وما عندك ما دير، ما عندك ما دير تتاكل. إلا ضربتي ثلاثة في 350 ألف راك عندك 1,200,000 خبزة كل نهار، منين غتجيبها؟ هذه 40 عام فين غتصنعها؟ تيخص كل واحد تكون عنده 4-5-6 لتر الماء باش يشرب، باش يتوضا، باش يغسل، باش يهيئ راسو للصلاة. ضربها في 350 ألف، شوف شحال مليون ديال إذا هذا كان خصو إعداد، وتم الإعداد ديالو الحمد لله وداز بخير وعلى خير. نعم. أصوات الإذاعة اللي كتفهمني وتفيدني.